بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهارده يا ام اسلام؟ هنعمل عصير، بس مش اي عصير. هعمل لكم عصير اللهم صل على محمد، عصير الجوافه بطريقه لا دقتيها ولا هتدوقيها قبل كده. انتوا عارفين ان الاولاد دايما بتحب العصاير، وبيحبوها بالذات بتكون من اللي يقول لك لا احنا عايزينها زي اللي بنشتريها من بره، زي اللي بتبقى في الكافيهات او في محلات العصاير. لا انتوا ما بتعملوهاش زيها. طب ما احنا نعملها زيها باقل التكاليف، وحاجه تبقى ضامنه نظافتها. طب هنعملها ازاي يا ام اسلام؟ يلا معايا انا، بس ام اسلام هقول لكم حركات وتكات العصاير كلها ازاي تعمليها وتطلع احلى من اللي بره بالظبط. حاجات بسيطه جدا هم بتوع العصاير بيضيفوها ليها عشان تجذب الزبون بتاعهم. معانا هنا انا عندي، هنبدا كده بالجوافه. انا عندي جوافه كانت في الفريزر طلعتها، وهعمل لهم كده شويه احلى شويه عصير جوافه، وهيدعوا لي عليها ان جربتوها باذن الله. يلا نبدا نحطها الاول. انا بعمل ايه فيها؟ ما بحطهاش بقى كده وبقى واضربها في الخلاط وخلاص، لا انا بضربها في الخلاط الاول عشان انا كنت مخزناها بحالها بالبذر بتاعها، انا مش عايزه البذر بتاعها خالص. فبعمل فيها ايه؟ بروح واخداها ضربها في الخلاط شويه ميه بسيطين من غير سكر ولا اي حاجه، وهوريكم معايا دلوقتي خطوه بخطوه انا بعملها ازاي. اخدتهم كده واضربهم في الخلاط، وبعدين اصفيهم من البذر بتاعهم عشان يطلعوا معايا احلى شويه عصير جوافه في الحر بتاعنا ده، وهتدعولي عليه. حطهم كده في الخلاط، وحطيت شويه ميه بسيطين خالص، واصفيهم وارجع ايه اضربهم تاني بقى بالمكونات اللي احنا هنحطها معاها. خلاص شايفين صفيتهم بعد ما عصرتهم في الاول صفيتهم. طب هنضيف لهم ايه بقى يا ام اسلام؟ هنضيف ده معلقتين كريم شانتيه خام، ومعلقتين ايس كريم فانيليا خام اختياري، بس عشان يطلع عصير زي اللي بتشتريه من بره لازم تحطي على الاقل معلقتين كريم شانتيه خام. يعني انا بجيب بالعشرة جنيه بيقعد عندي كمية، يعني شوية كتار بحطه في اي حاجة، في الرز ولبن، في العصاير، اي نوع عصاير بتحطيه فيه، وبيبقى هو ده السر بتاع الايه عصير المحلات، ان هما بيضيفوله الكريم شانتيه بيخلي طعمه حلو. هاخد كل ده واضربه في الخلاط، وطبعا عصير الجوافة احنا بنضيف له لبن. طب لو ما فيش عندك لبن يا ام اسلام بيبقى بالزبادي، ما فيش زبادي لبن بودر، بس هو بيبقى حلو قوي باللبن او الزبادي. هي حاجات احنا بنضيفها للعصير في نفس الوقت بتطعمها وبتخليها طعمها حلو، وفي نفس الوقت بنستفيد من القيمة الغذائية بنزودها فيها. شايفين القوام بتاعها؟ عايزة تخففيها عن كده زودي له برضو شويه لبن او شويه ميه. عايزاه بنفس السم كده سيبيه براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. المهم ان انا بوريك الطريقه وانت تجربيها، وما تبخليش عليا باللايك، وما تبخليش عليا بالاشتراك ولا بالتعليق الجميل منكم. معذروني لو انا كلامي بيقطع او تعبان، ان انا تعبانه ادعوا لي يا رب ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. شايفين بقى معانا احلى شوية عصير، قدميه ضيوف جايين لك هيتبهروا، هيسألوك كلهم انت عملتي العصير ده ازاي. احنا الامهات هنا المصريين نحط ايه الحاجة اللي احنا هنعملها عصير، سواء كان فراولة، مانجا، اي حاجة في الشفشق بتاع الخلاط، نضرب عليهم شوية السكر شوية المية ونقدمه لهم عصير. لا الاولاد هيقولوا لك ايه، لا احنا عايزين زي اللي احنا بنشربه من بره. هما بيشربوه من بره كده بيزودوا له حاجات، المحلات بتزود له حاجات تانية. ده معايا حاجة بسيطة خالص، في 5 دقايق بتكوني عاملة احلى عصير جوافة. والجوافة بتبقى موجودة طول السنة الصراحة يعني، بس انا بجيبها في موسمها واخزنها وعينها في التلاجة، بتنفعني في العصاير، بتنفعني في رمضان، بتنفعني في الحاجات ديت. مفيش اي حاجه في البيت والعيال نفسهم في شويه عصير، بروح مطلع لهم كيس الجوافه اعملها لهم العصير. جاي لك ضيوف ومفيش حاجه في البيت، في ثواني تطلعي
الكيس العصير مع معلقتين الكريم شانتيه، تضربهم في الخلاط مع شويه لبن او زبادي زي ما قلت لك في اول الفيديو، وبقى معاكي احلى عصيره. اتمنى يا رب حبايب قلبي ان الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في التعليق، ما تنسونيش في كلمه جميله منكم، ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم. اسيبكم تستمتعوا بالفيديو، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. انا بيتي مملكه ام اسلام في رعايه الله وحفظه.